يعني كده يعني ما بياكلكيش عليهم؟ ايه ايش اخشاشك ها؟ ايش اخشاشك؟ ايش اخشاشك انت في الحاجات العائليه دي؟ ها؟ هم عيالك ولا عيالي؟ اسمع عيالك ولا عيالي؟ يا بنتك يا بلادي ليه بتعذبيني؟ ليه بتخليني احس ان انا بفكر في عيالي؟ ومالك؟ المشكله العيل بيتربى وبيكبر هي حكايه؟ مش حكايه ابدا، وانا كنت بسيبه مع ابوه عشان يتربى، امال ايه؟ المثل بيقول لك هنوني ودلعوني ودوني اللي خلفوني، هم هيجوا واللي هم ما جوش انا هدور عليهم، ما هم ولادي برضو انا عايزاهم. زماره فين زماره؟ زماره ده حبيب قلبي. زماره العيال كلها نزلت قالت واء، وزماره نزل قال غباء. بحبه قوي. انت عارفه انا كنت بمسك العصمه في ايدي ليه؟ عشان اطلق الراجل اللي يحاول يلوي دراعي ويقول لي عيالك، يقول لي اقعدي من الشغل، اقعدي بعيالك، اقول له لا يا حبيبي انا مش فاضيه، فني مستقبلي، وكنت امشي واسيب له العيل واروح على شغلي على طول. هو انا كنت في حاجه بسيطه؟ ده انا كنت متحارب حرب حسبي الله ونعم الوكيل، ولا الحرب العالميه الاولى، الحرب اللي كانت عليا يا اخي. يوه انت عارفه بليغ طلق ورده ليه؟ هقول لك ليه. عشان هو اصلا اول ما غنى الاغنيه اللي هي لحنها لي دي وفرقعت بتاعت من بحري وبنحبوه. ايوه 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 عارفاها. عارفاها بس يا بنتي دي بتاعت هدى سلطان. برافو عليكي. اهو سلطان ده كان متجوز فايزه، طلق فايزه عشان ورده. ايه ورده كانت طبعانه برضو في الاغنيه اللي هو عملها لي برضو بتاعت ايه؟ شباكنا ستاير وحرير، شباكنا ستاير وحرير. وماله من اسم تشوق بيطير. لا 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 اخراسي. ده انت مش عارفه، ده انا نجوم كبار، ده انا غنيت في حفله الخديوي اسماعيل شخصيا. الخديوي يا بنتي؟ ايوه يوم ولادته يا اختي. مش فاكره بدرك ايه كان سبوعه ولا ايه؟ مش فاكره انا بالظبط. ايوه لان انا كنت مشحططه الدنيا كلها ورايا. اسمها الغيرانه، عبد الوهاب غيران. رحت لعبد الوهاب لحلي اغنيه ايه بقى؟ ايه؟ شخبط شخبيط لخبط لخبيط، مسك الالوان ورسم على الحيط. انا قلتها من هنا يا اختي، وعلى اللي حصل في بتوع بيروت وبتوع ما اقولكيش. لا ده انا بقول لك ايه، نفرتيتي بقى. امال ايه؟ فاكره الحركات دي؟ اصل انا لما بقف على المسرح بغني وبرقص بعمل ايه ده؟ بعمل كل حاجه. فكنت مجننيهم. شريهان بقى كانت هتموت منك. لا امال ايه؟ اصل نعيم معاكي في اخرى برضه كانت داخله في الدور. ما هو كل اللي كانوا بيغنوا ويمثلوا ويعملوا حاجات فقري زي كده كانوا بتشعللوا مني كده كده. انا غلطان. انا غلطان. عملتي ايه؟ انا غلطان. سرقتي حاجه؟ ما عملتش حاجه جنبي ليه؟ انا ما عملتش. انت مين؟ انت مين؟ انا نسيت. انا مباهج. وفوتنا فين؟ فوتنا ما جاتش. وامك فين؟ ما ماتت. عقبالك يا رب بحاجه. عقبالي يا رب. عقبالي. الناس اللي في البيت في دول. انا بس عايزه اقول لحضرتك حاجه. عايزه اقول احنا في البيت في حاجات ناقص. مين اللي ناقص؟ يا ناقصه يا بنت الناقصه. انا بيتي مش ناقصه حاجه. انا جايبه لكم التومين كله بقاله 6 شهور. عندك ربع كيلو سكر، وعندك كوبايتين رز، وعندك بصلايه، كل حاجتي عارفاها في مكانها. انتوا مصرفين. انت بالذات طفصه بت. انت كنت جايه لي كده زي خله السنان. شوفي ما شاء الله بقيتي قد ايه؟ بتاكلي اكلي انا بخس وانت بتتخني ليه كده يا رب؟ لا يا قلتي بقى، انا كنت جايه قد كده وبعدين عندك بقيت قد كده. انت خدت نيل عليك وعلى عيشتك. انا جايه قد كده ايه؟ انا جايه عايزه فلوس. فلوس؟ اه. يا نهار اسود ومنيل عليا وعلى سنين. بتقول لي فلوس يا رب؟ انا اللي اتقال لي فلوس يا رب؟ فلوس ايه؟ انا اللي يديني فلوس يديني، لكن ياخد مني اخد روحه. تعالي بقى. انا مش بخيله، انا ست محترمه، انا ست بحافظ على نعمه ربنا. خلاص يا خلاص يا تموين اللي انت عاوزاه. مش انا اللي تجيبي من بيتكم الحاجات اللي عندكم الناس عندنا؟ انا هجي من بيتكم. حاضر. لا حاضر. انا بقول لك اهو. حاضر حاضر يا بنتي. مش عامله كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه. انت قاعده جنبي. انا قاعده جنبي. طب بصي الدهب بتاعي ليه؟ انا بصي. شكلك بصي نور. حراميه. انت حراميه. لا جايه تسرقيني. لا بابايا. والله جايه تسرقيني. هو مفيش حد معايا؟ انا فين العيال؟ فين عيالي؟ يا لهوي حراميه يا ناس، الحقوني يا عالم. تعالي يا بنت. تعالي هنا يا بنت. بنت يا حراميه. اي اختي البنت اللي ملوش صاحب ده يا زماره. زماره يا نجم. ايه يا حبيب؟ الله، وانت بتنادي عليا من تحت البلكونه؟ ما انا قاعد جنبك يا حبيب. استغفر الله العظيم يا رب. اقعد. ما انا قاعد. ايه ده؟ شفت كمان مش حاسس بوجودك ازاي؟ عايز ايه؟ خلصني. نفسي تحن عليا بقى وتديني كلمات الاغنيه اللي وعدتني بيها. عايزين بقى ننزل السوق ونشقلبه. يا حبيبي هو انت لوحدك اللي محتاج كلمات؟ انا نجوم مصر كلها مستنياني. الاستاذه حنان شاوي، والاستاذه داليا البحيري، والاستاذه هاله صدقي. ده مش دول ممثلين؟ ما هي تمثيليه غنائيه. يا حبيب انا مش فاضي اهرش حتى. اهرش لك انا؟ ايه القرف ده؟ هنقرش لبعض. حبيب انت رقم 1500 في الليسته اللي انا لسه هكتب لهم. باذن الله. انت رقم 1500، انا دلوقتي في رقم 2. اصبر بقى عليا شويه بقى. طب فين كلمات الاغنيه بتاعت انا؟
اسمع يا عم، انا ضد المحتوى، انا فوق المستوى، انا عمري ما كنت مائي ولا ليا في الهوى. الله، ادي اتباعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه، افراح الفرح النهارده؟ اكيد اكيد ان شاء الله، بس انتي بس ما تقطعيش. هبعت لك البنات الساعة 9. يا ريت يا اختي ما يتأخروش زي كل مرة. ما تقلقيش اهو كده قلقت. تلات ايام بلاليهم في شرم الشيخ نقضيهم، تلات ايام بلاليهم في شرم الشيخ نقضيهم، ومش شرط ان اكون فيهم. واحد الله عسليك. ومش شرط ان اكون فيهم تلات ايام بلاليهم. سرسوب الهوى سقعني والباب سقه وقعني، سرسوب الهوى سقعني والباب سقه وقعني، فواك انا جبت انا اخري ما تحاسبي بقى ما تتاخري، فواك انا جبت انا اخري ما تحاسبي بقى ما تتاخري، حبك على ورا رجعني. سار 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 سار، سبتها 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 حبيت اختها اختها، سبتها 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 حبيت اختها اختها. بصراحة اجمد منها، بصراحة اجمد منها، انا اسف اجمد منها، سبتها حبيت اختها، تها 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 سبتها حبيت اختها. يا ليلة الاصل يا بيئة يا خبيثة وعاملة بريئة، يا ليلة الاصل يا بيئة يا خبيثة وعاملة بريئة، يا ليلة الاصل يا بيئة يا خبيثة وعاملة بريئة، يا ليلة الاصل يا بيئة يا خبيثة وعاملة بريئة. على طول تاخدي تليفوني وتقولي سلفني دقيقة ايه ايه ايه، يا ليلة الاصل يا بيئة ايه ايه ايه، يا ليلة الاصل يا بيئة. يا بخيلة في كل مشاعرك باروكة لا مش شعرك، يا بخيلة في كل مشاعرك دي باروكة لا مش شعرك، يا بخيلة في كل مشاعرك دي باروكة لا مش شعرك، يا بخيلة في كل مشاعرك دي باروكة لا مش شعرك. لما بشوفك من وشك كأني بكلم ضهرك 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 ضهرك، يا بخيلة في كل مشاعرك ضهرك ضهرك ضهرك، يا بخيلة في كل مشاعرك. سرسوب الهوا سقعني يا ايه يا سلي في ايه يا جدعان، انتوا كده هتوقعوني، وبعدين البتاعة دي مش المفروض تبقى قدامي، انا كده بتلخبط، انا مش هسجل الاغنيه دي غير لما اجيب كولار من انجلترا. فيها زماره؟ ايوه عسلية، انا عايز الاستاذ سعيد الارتيست. عناية. والاستاذ عمر خير. عناية. ويسرى اللوزي. اشمعنى يسرى اللوزي؟ بحبها قوي. هقول لك حاجه، بدريه طلب احلى منها. يا عم انت بقى، انا عايزين نركز يا جدعان. ستيريو ستيريو احوده، ها سجلت الاغنيه؟ امنيه مين؟ امنيه ايه؟ هو اخرس؟ اخرس انت بايه؟ لا اخرس ازاي؟ ما هو اتكلم وقال امنيه. يمكن اعمى؟ انتوا بتختاروا له مرض، في ايه يا جدعان؟ يا ابني ايه؟ بابا رد عليه. ايه يا بابا؟ يا بابا انتوا بتتكلموا فيه؟ قاعد فيه مع اصحابي. ايوه يا بابا. حاضر جاي. كسفتلي. يا ده متكلم عم شاشك يلا ولا ايه؟ لا ده ابويا كده عيل لسعه بالقلم ونازل اجيب له حق. يستاهل. عايزين حاجه؟ احنا اللي عايزين، مش هو اللي اتضرب بالقفا؟ احنا مالنا احنا؟ صح. انزل انت. صح. انزل. محتاج انت حاجه؟ محتاجكم. محتاجنا ليه؟ احنا لو نزلنا هنكمل على ابوك. انزل بقى، انزل. يلا روح. يلا تكلم انت. يلا. السلام عليكم. زمارة. ايوه يا سلام. الاغنيه دي اثرت فيا قوي. معلش انا عارف انك حساس شويه. بس بقى يا سلام ما تعيطش، ما كانتش اغنية دي. عارف في حتة انت كنت بتغنيها اللي هي بتاعت ومش شرط ان اكون فيه دي؟ انا عارفها، انا قصدها. معلش يا سلام. عارف داخل جوه قلبي. معلش معلش. طب انا اروح اتمشى شوية كده عشان متضايق. معلش. وهبقى اجي لك نروح فرح مع بعض. معلش يا سلام. ومش شرط ان اكون فيه عارفها والله عارفها. انا وانا بقولها ببقى عايز اعيط. والله يا سلام هشيلها من الاغنية. هشيلها يا اخي خلاص. خلاص هروح اروح انا شرم الشيخ اقول شرط اكون فيهم. خلاص يا سلام روح. سلام يا سلام. مش شرط ان اكون فيهم. ايه ستيريو كده هيشكوا ان انت اطرش؟ في يا زماره مالك في ايه؟ في ايه انت ليه ما سجلتش الاغنيه ليه؟ مش هسجل اغاني غير لما اخد فلوسي 3350 جنيه بتوع ايه دول يا ستيريو؟ ايه؟
بتوع ايه الفلوس دي؟ بتوع تجهيز الاستوديو. انا استوديو؟ انت جايب لي كراتين بيض وما فهمش ولا بيضه واحده، ايه كلت كل الكراتين دي؟ يا زمارة انت بتعيرني يا زمارة. ماشي هستلم، لما ربنا يكرمنا هنبقى نديك الفلوس. ما تنساش ان الكمبيوتر بتاعك. عارف يا استلم ان الكمبيوتر بتاعك، امال انا اخترتك دونا عن الحارة كلها ليه؟ عشان عمار الشريعي؟ ما عشان الكمبيوتر بتاعك. لا يا زمارة، خلي بالك انا بفهم مزيكا واخدك وانقلك اوديك في حتة بعيدة خالص. يا عم ارحمنا بقى. انا اللي بعمله ده ظلم، ظلم وربنا هيحاسبني عليه. انت ولا حاجه يا استيريو، ولا حاجه. ايه بشتري.